أنت تسأل من أنا؟ هل أنا جيش التيراكوتا العتيق والغامض؟ أم البندا العملاقة اللطيفة؟ هل أنا ثقافة الطعام الغنية ذات الأطباق المتنوعة؟ أم الكونفو الصيني القوي والمرن؟ كل هذه الإجابات سمعت عنها مرات عديدة، لكن أنا أبعد بكثير من كل هذا. أنا من تشقه شرايين النحر الأصفر ويتدفق عبر أرضه الواسع نحر اليانغتسي. أنا من يتصاعد في عنان سمائه الدخان الصحارى الشمالية ويتساقط الرذاذ الأمطار لتغذي أراضيه الجنوبية. أنا المحيب الجميل والمبدئ الساهر. أنا تنوع والتكامل، أتعلم من مزايا الآخرين. حققت نجاحات باهرة وواجهت إخفاقات عديدة، لكنني لم أستسلم أبداً. متمسك بتقاليدي المتوارثة عبر الأجيال ومتطلع إلى كل ما هو جديد ومبتكر، أخطو دائماً نحو الأمام. أنا التاريخ والحاضر، وأنتمي للأمة وللعالم أيضاً. أؤمن بالوحدة والتناغم بين الطبيعة والإنسان، وأن تتعايش كل المخلوقات معاً. وأؤمن بالسعي المستمر للتحسين الذاتي بالمعرفة والفضيلة. أسعى لأن يصبح العالم للجميع ويتحقق الانسجام العالمي. يمتد تاريخي لأكثر من 5000 سنة. لدي 56 قومية، ويزيد عدد سكاني عن 1,400,000,000 نسمة. واليوم منحني التحديث الصيني نمط المزيد من القوة. إرث الماضي لا يتلاشى، والمستقبل قادم. أعانق العالم بعقل منفتح وشامل. أنا الحضارة الصينية التي تسري وتتدفق فوق أراضي الصين الشاسعة.